صار الوقت ان احنا نستمر معكم فقرات جدا مميزه. ساره هلا صار الوقت ان احنا نخبر كل اللي عم يتابعونا طريقه جدا انيقه وفخمه لحتى يقدموا احلى الاكلات اللي بيعملوها بالبيت. عم نحكي عن هورس لين، عم نحكي عن كواليتي جدا عالي، عم نحكي عن براند بيعتبر الاول كون انه هو بيقدم افخم صحون التقديم لكن معموله بجوده جدا عاليه، معموله من البورسلين اللي هو عالي الجوده. وعن جد التصاميم تبعهم قديش انها كلاسيكيه وقديش انها فخمه. ساره نشوف نحن وياكم هيدي التصاميم اللي عم تحكي عليها ميثا، قد هي تصاميم كثير فخمه. عم نحكي على 24 قطعه، هدول القطع اللي نحن اليوم عم نقدم لكم اياها هن بجوده جدا عاليه، بيزينوا سفرتكم بطريقه مثاليه، بيعبوا السفره اذا نحن بدنا نقول. الى جانب هيدا الشيء في هيك رقي بالتصميم. طبعا نحن عم نقدم لكم 47 قطعه، هدول القطع اللي متوفره هي لتقديم السفره وبنفس الوقت كمان للشاي والحلويات. ثلاث ألوان عصرية، مننتقل للون الثاني وهو باللون البني. كمان منشوف قدي تفاصيل هيدا اللون كتير كتير حلوة وكتير مميزة. وإلى جانب كمان هيدا الشيء مننتقل لنشوف كيف شكلها كمان، خاصة إذا كنا بدنا إياها للحلويات أو لتقديم هيدا الشيء قدي كمان بتكون كتير مميزة. كمان عنا التصميم الفضي اللي متوفر، كمان شكله كتير أنيق، شكله كتير حلو على السفرة وبطريقة كتير هيك مثل ما قلنا بأجود أنواع البورسلين. والسعر التنافسي أكيد اللي نحن عم نشوفه واللي هو 400 ريال سعودي بس. إذا بدنا نقارن هيدا السعر بالأسعار اللي موجودة بالأسواق، منلاقي الأسعار اللي موجودة بالأسواق متفاوتة، بتتراوح هيدي الأسعار ب 500 ريال سعودي، 600 ريال سعودي وأكثر. وهيدا السعر اللي نحن اليوم عم نقدمه لكم بس 400 ريال سعودي، وهيدا العرض كتير مميز. وطبعا اذا حابين يدمجوا قطعتين مع بعض فيهم يعملوا هيدا الشيء، وخاصه السعر عن جد كتير قليل. مزبوط. بدي ارجع اذكر كل اللي عم يتابعونا، انتم عم تشوفونا ضمن فقرات التخفيضات الكبرى للمطبخ، يعني بتحصلوا على ديسكاونت. عم نشوف عن السعر اللي نحن مقدمينه اليوم هو سعر 400 ريال سعودي لمجموعه هالقد متكونه من قطع كثير عديده تكفي لثمان اشخاص بالبيت، يعني عن جد مستحيل نلاقي هيدا الشيء صار باي محل. يعني سعر القطعه قديش بيوقف علينا؟ تقريبا 8 ريال سعودي. واو. او 8.5 ريال سعودي، which is اكيد مستحيل نحن نلاقي الصحن بهيدي القيمه بالاسواق. بننتقل هلا لاول ست موجود معنا، لون الذهب الأنيق، اللون الذهبي. بس بالأول خلينا نخبرهم على التصاميم المختلفة اللي نحن مقدمينها. نحن مقدمين ثلاث تصاميم، برجع بذكركم تصاميم جدا حلوة. عنا أول شيء اللون الذهبي اللي هو طقم الضفاير، طقم الضفاير من التصميم تبعه قديش إنه هو حلو، سوري طقم النخلة لأنه النقشة تبعه عليها نفس نقشة النخلة، قديش إنه هيدا التصميم كتير حلو بيلبق على كل الديكورات بالمنزل. برجع بذكركم مجموعة مكونة من 47 قطعة، 47 قطعة بتكفي لثمان أشخاص. هيدي المجموعة كمان مقدمينها لإلكم بنقشة وهي نقشة باللون البني اللي هي النقشة الكلاسيكية، اللون المفضل عند كتير من السيدات والرجال. صح. لحتى يقدموا وجباتهم للضيوف بطريقة كتير فخمة وبطريقة كتير عملية. آخر لون هو لون كتير مودرن، هو اللون الفضي اللي هو طقم ضفاير لأنه التصميم تبعه جاي على شكل الضفاير. هيدي المجموعة كلياتها بتتفاخروا لما تقدموها لضيوفكم، شكل الأكل حتى بيكون كتير إليجنت والتصميم تبعه بيكون كتير حلو. سارة لما نحن بنقدم بهيدي الأطقم بنتعرف على أول لون موجود معنا بالتفصيل، منشوف النقشة قدي هي كتير ناعمة وحلوة، ومنشوف كمان الوساعة اللي نحن عم نشوفها والست قدي متكامل مثل ما عم نشوف معك ميسا من الصحون وغيرها من الأشياء. هون عنا هيدا الطقم، هو الطقم المتكامل. أول شيء بدي أحكي لكم وأفرجيكم التفاصيل قديش إنه هيدا التصميم كتير حلو. أول شيء عم نحكي عن جودة جدا عالية، عم نحكي عن البورسلين، عم نحكي عن نقشة نفس نقشة النخلة، بس لو نقرب قد ما فينا لحتى نشوف هيدي النقشة رح نلاقي هون انه اخذ نقشة النخلة كرمال ليعكس الطابع العربي لهيدا التصميم. شايفين قديش اللون كتير حلو، كواليتي جدا عالي. عم نحكي عن مجموعة تتكون من 47 قطعة، 47 قطعة يعني مجموعة بتكفي لثمان أشخاص. كيف هيكون شكلها على السفرة؟ خلينا مع بعض نشوف هيدا الفيديو اللي رح يبين جمالية هيدي المجموعة اللي نحن مقدمينها وهو طقم النخلة على سفرتكم. كواليتي جدا عالية، عم نحكي عن مجموعة كتير كبيرة سارة، عم نحكي عن لون كتير كلاسيكي بيلبق تقريبا على كل أنواع الديكورات. شوفي ست البيت وقت ما تحط هيدا الطقم، يعني
يعني طقم متكامل من الالف للياء، مش مثل ما نحن دائما بنعمل بنشتري مثلا صحن شي شكل وصحن شي شكل. هون بيكون عن جد كل الطقم تبعكم كثير حلو، والحلو كمان فيكم تهدوه. عم نحكي عن سعر 400 ريال سعودي. عندك حدا من قرايبك بده يشتري او مثلا بدها تتزوج قريب، اشتري لها هيدي المجموعه 400 ريال سعودي فقط. وهون بدنا ناخذكم كمان على اللون الثاني اللي نحن عم نقدمه، وهو اللون البني اللي كمان هيك لون كثير مميز كثير عصري. بنروح على القطع مثل ما عم نشوف، عندنا صحن خاص لتقديم الاكل لثمان اشخاص، عندنا صحن خاص للشوربه عم نشوفه هيك غميق، عندنا صحن خاص للحلويات، عندنا هون وعاء خاص للشوربه او اليخاني، عندنا وعاء للرز وغيرها من الماكولات، ومجموعه متكامله للشاي مثل ما عم نشوف، ومع البري مع الكريمر مع كمان السكريه. يعني شو ما بيخطر على بال السيده. عم نشوف كمان النقشه قد ايه كثير حلوه بكل التصاميم اللي نحن عم نقدمها، النقشه البنيه قد ايه كثير هيك مميزه، قد ايه فيها هيك خيوط كمان من الذهب، كثير حلو. لمعه البورسلين الابيض قد ايه هو بجوده جدا عاليه، وهيدي اللمعه بتثبت لنا قد ايه البورسلين موجود معنا حلو، خفيف الوزن، واكيد سهل لما بيكون على السيده تكون الاوعيه خفيفه بالوزن. خلونا نشوف التفاصيل اللي موجوده هيك عن قرب لهيدا التصميم البني قد ايه هي كثير حلوه. هون عم نشوف هيدا اللون اللي مثل ما قلتي هيك لون بتحسيه لون هيك شوي عربي، لونه كثير حلو، لونه كثير مميز على السفره قد ايه كثير حلو. حبيت المساحه الكبيره بالاوعيه اللي نحن اليوم عم نقدمها، والخيارات للسيده انها بتقدر تقدم هيدا الشيء للشاي، بتقدر تقدمه كمان للحلويات، فهيك عندها خيارات متعدده. واهم من هيدا كله 47 قطعه ما عم تجي لكم بسعر تنافسي 400 ريال سعودي. هلا هون رح احكي عن الطقم الثالث اللي هو طقم جدايل، طقم كثير كلاسيكي باللون الفضي، بيتميز بهيدا التصميم. اوكي سارة، تصميم نفس تصميم الضفاير، صح؟ هيدا التصميم كثير حلو كثير كلاسيكي، وعم نحكي عن لمعه. هيدا الطقم اللي هو الخاص باليخنان، الطقم القطعه العميقه اللي نحن بنحطها على سفرتنا، وبنتميز بهيدي اللمعه كثير حلوه. بنحكي مره ثانيه بورسلين، يعني جوده جدا عاليه، عم نحكي عن فخامه، عم نحكي عن شكل كثير مميز لنحطه على سفرتنا. عن جد قديش هيدي القطعه كثير حلوه، شوفي العمق قديش تبعها، هيدا هو العمق تبع الصحن. وهلا رح نشوف اكثر تفاصيل مع الفيديو هلا اللي رح يبين لنا ويوضح قديش انه هيدي المجموعه كثير حلوه وكثير شكلها فخم وفيها لمعه كثير حلوه. مجموعه بنحكي من 47 قطعه. حبيت كثير ميسا انه الخيارات المتعدده للسيده بالالوان، يعني شو ما كان ذوقها، اذا حابه هيك الالوان الذهبيه، اذا حابه اللون الفضي، شو ما بيخطر على بالها السيده بتقدر تحط. وهون عم نشوف كمان تفاصيل اكثر، والفضي شوفي قديش حلو بالسفره، يعني طقم الشاي بحد ذاته قديش انت رح تكوني كثير مبسوطه وقت ما يجيك الضيوف وتضيفيهم وتحطي الحلو تبعك بهيدي الصحون اللي نحن مقدمينها هون. هيدي الصحون كمان كثير عمليه وبتساعدكم كمان ان انتم تكونوا كثير مرتاحين اثناء عمليه التقديم، مزبوط. يعني شو ما كان حجم الاكله اللي عم تعملوها ما بتبقى بتعملي ميكس اند ماتش بصحون مختلفه، exactly. عندك طقم كل شيء كامل متكامل. خلونا نرجع نذكركم بالثلاث الوان اللي نحن قدمنا لكم اياها اليوم. بنبداها باللون اللي كثير مميز وهو جاي لكم باللون الذهبي الانيق، 47 قطعة متوفرة لكم بسعر 400 ريال سعودي بس. شكل كتير جذاب، شكل كتير أنيق، من أجود أنواع البورسلان. منشوف قديه الشكل كتير حلو على السفرة، والشكل هيك قديه كتير 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 أنيق. السعر التنافسي حسم 30% بالفقرة الخاصة بالتخفيضات الكبرى للمطبخ، وقديه هيك لمعة البورسلين واضحة بجودتها العالية، صح. وهون كمان عم نشوف الدرجة البنية أو الطقم البني اللي هو كتير كتير حلو. برجع بذكر 47 قطعة، مجموعة تكفي 8 أشخاص، وإذا بدكم أكثر من مجموعة فيكم تطلبوا، لأنه السعر اللي نحن مقدمينه اليوم سعر كتير تنافسي 400 ريال سعودي للمجموعه كلياتها، فاذا اشتريها طقمين اكشلي بسعر طقم واحد بالسوق. مزبوط. وفينا كمان لكل الاشخاص، نحن عم نقدم اليوم مجموعه لثمان اشخاص، ولكن فيكم انتم تضيفوا مجموعه ثانيه لها وتحصلوا كمان على سعر تنافسي اذا حابين تكبروا
الست اكثر. هلا صار الوقت ان احنا هيك نرجع نذكركم 30% خصم، وكمان رح نرجع نذكركم ان المجموعه اللي احنا مقدمينها اليوم مجموعه متكامله. ما تنسوا انه من خلال مثل ما انتم شايفين التخفيضات الكبرى للمطبخ انتم عم تحصلوا على خصومات، وبتحصلوا كمان على هديه مع كل عمليه شراء.